حلم غير مثقوب عنوان لآخر مسرحية أبدعت اعتلت الركح المستغني تتنافس ضمن المجموعة ألف في مهرجان المسرح الوطني للهواة في طبعته 53. هذه المسرحية من توقيع المايسترو الفنان المبدع ابن مدينة الأغواط هارون الكيلاني، كتابة تأليفا وإخراجا، وكنت أنا معاه في السينوغرافيا. ولد هذا العمل الجميل اللي يسمى حلم غير مثقوب، اللي كان اليوم عرضه شرفي في المنافسة في إطار فعالية المهرجان، كان العرض الختامي. شرف كبير أني نلعب في المسرحية هذه، وكانت فرجة رائعة، الجمهور كان هايل، هذيك هي البليزير تاعنا. وكبقى الهدف الأسمى واللي جينا على جلو المهرجان وهو المنافسة الشريفة اللي تكون فيها مصداقية، وماذا بينا احنا نكون ان شاء الله في المركز الاول ولا نديو لو غران بري، ولما لا كما اي فرقه واحده اخرى تتمنى. تفاعل جماهيري على مدرجات مسرح مستغانم للهواة اشاد بابداع فرقه جمعيه اقواس للفنون المسرحيه لولايه المديه. ان شاء الله ربي ينجحهم، وان شاء الله ربي يطول عمر هذو الشبان هذو. لي جون كومونس ا كومبروند، لي جون كومونس ا سيميلي اي لو سافوار اي لو تياتر ان سيرتان مومون، كانوا يحوسوا غير الموهبه، بصح الموهبة بلس قراية تمت حاجة كبيرة. عروض مسرحية عرفت تطورا في الأداء جعلت عشاق خشبة المسرح يستمتعون طوال أيام العرض في انتظار حلول آخر يوم للمهرجان، لتعتلي بذلك الفرقة الفائزة عرش الركح المحترف.